السيارة جاهزة مدام. خد الشنطاية وسبقني على السيارة، أنا شوي وجاي. حاضر مدام. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. يعطيك العافية ناريمان خانم. أهلا وسهلا أسيل، أنت أكيد بتعرفي شغلك. يلا أنا لازم روح هلأ، مضطرة أسافر وبدي غيب يومين ثلاثة، محمد باك رح يدفع لك أجرتك. هاي بنتك أسيل؟ إيه ناريمان خانم هاي بنتي. الله يحميها، ما شاء الله عنا حلوة. تسلمي، هاي بنتي الوحيدة وبحس حالي عايشة كرمالة. تعرفي عطول كنت أتمنى يكون عندي بنت بس ربنا ما راد. طيب أنا رح أمشي هلأ، يعطيكي العافية أسيل. شكرا. مع السلامة يا خانم. يلا من وين رح نبدأ هلأ؟ قولي لي بنتي انت شو رأيك، نبدأ بالشبابيك ولا بالأرض؟ بنتي شو قصتك، انت اجيتي معي لا تساعديني ولا لا تصفني وتشوفي البيت؟ يلا بنتي يلا. بنتي رجعي لمكانها. بنتي طفي بسرعة، انت شو عم تعملي؟ جانا تعالي على المطبخ بنتي، الشاي جاهز. يلا جاية ماما. بس شو هاد ماما؟ هاد الأكل إلنا. أيوة لهيك كنتي تجيبي أكل معي. كل ما يضيفوني شي باخده على البيت، تعرفيني ما فيني أكل لو لقمة واحدة من دونك، لهيك كنت جيبلك معي. هلأ عرفت من وين الكيك الطيب اللي كنتي تجيبي معك. أمي ليش عم تجيبك لتنظفي البيت؟ يعني من شي 4 سنين، وبهداك الوقت كنت لساتني عم اشتغل ببيت او اتنين مو اكتر، واذا بتتذكري كان وضعنا سيء كتير. وبهديك الفترة كانت الخانم عم تدور على وحدة تساعدها بالبيت، وبالصدفة الست يلي بشتغل عندها خبرتها اني بشتغل بالتنظيف، حكتني وفورا اجيت وبلشت شغل عندن. وشو صار بعدين؟ استني عم احكي لك، مو معقول شو بتضلك مستعجلة. طيب شو اعمل؟ القصة مو بايدي يا امي. ايه كفي ماما. ايه بوقتها كان زوجها للخانم لساته عايش، المسكين توفى من كم سنة، كان زلم مقدر ومحترم زنجيل وكريم كمان، بس بدقق كتير وتقريبا موسوس نظافة، وكل ما تجي ستعة هالبيت لتنظفه ما بيعجبه شغلها. المهم بعد ما اجيت لعندن وشاف كيف بشتغل كتير عجبته، ومن وقتها بلشت شغل. بس يا حرام المسكين مات بحادث سيارة بعد بفترة من شغلي عندن. بس الخانم حكتني وطلبت مني اجي ونظف البيت وكأنه زوجها لساته عايش، وبتقلي اشتغلي مثل ما بحب المرحوم. وهي خبرتك كل القصة يا بنتي. كتير حلو، يعني فيني اقول انه امي احسن وحدة بتشتغل بالبيوت بالشرق الاوسط. شوفي شو ما كنتي عم تشتغلي لازم تعملي يلي عليك وتسبتي حالك. خلص بقى بكفي مسخرة على امك، قومي معي خلينا نخلص شغلنا، تأخرنا كتير.
يلا يا أسيل، لازم تتحملي، اصبري شوي لسه، أصلاً أنتي ستوية كتير. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.